هل هي أغنية جزائرية تونسية؟ يعني شكون أصلها يعني؟ هذه أغنية جزائرية، قرامي الله يرحمه هذا من الكودية من باب جديد من القصبة، وغناها زربوط الله يرحمه الحاج بوجمان عنقيس، داروا بها سيكسي على ليبوك، وما زالت تغنى إلى يومنا هذا، ما كانش ما غناهاش وما يديرش بها. برأيك شكون أحسن واحد غنى أغنية شهادة العياني؟ المطربين الشعبيين؟ شوف أنا عندي الفنانين قاعد في سوفال، كل واحد وسره. نغنيها انا عندي سر، يغنيها واحد اخر عنده سر، كل واحد وسره. ما نقدرش نقول لك هذا خير من هذا ولا انا عندي الفنانين كاع سوفال. خلينا من المطربين الشعبيين، المطربات المطربات شكون احسن واحده غنت شهاده العياني؟ غناو كاع بون المطربات تاعنا كاع غناو، دوك هذو اللي يغنوا العراس كيما نقولوا كاع ايتيكم غناو كاع، يعني نبداو من نعيمه الجزائريه من الحاسيبه. هذاك واش كنت حاب نقول، حبيت نقول مثلا انا نفضل شهاده العياني بصوت فنانة نعيمة الجزائرية، يعني عطاتها نعيمة الجزائرية سي لا ديفا، احنا عندي نعيمة يحصرها يعني هما كاع يغنوا مليح ولكن نعيمة، ولكن هي عطات لها صنعة خاصة يعني. نعيمة سي ليكول، سي نعيمة دارت الكونسرفاتوار، دارت سي ليكول، وكاع هما الاخرين تاني كاع ملاح، ولكن كل واحد ودرجته، كل واحد.